وكذلك في التسمية. سموا أبناءكم قبل أن تغلب عليهم الألقاب. تحصين المسارعة في التسمية هو تحصين الطفل من الألقاب. نحن حفظنا وفي زماننا، والذي أكبر منا يعرف ذلك، حتى الذي أصغر منا رزقنا مولود قال مو سميته، قال سمينا كذا، قال عقب باغي نمك كذا، باغي نابوك كذا، وكينا بالجد باغي كذا، وكين العم والخال. هنا تغلب عليه الألقاب، من يرضي مني من يزعل. الأم باغتنا على اسم أبوها إذا كان ولد، وإذا كان بنت على اسم أمها، والآب كذلك. سوي عادي اشتغل كانت روح سوي من ترضي من تزعل. لكن ماذا تفعل تحصين هذا؟ تقرر أنت والزوج المرأة يعني إن رزقنا ذكرا اسميناه كذا، وإن رزقنا أنثى اسميناها كذا. وجاء الذكر أمي الغالية الحنون رزقنا الله سبحانه وتعالى بفلان. قالت من فلان؟ ولد شيء سميناه فلان. هو كي أنت سميتوه؟ قال هي سمينا حقب كان كي باغ. لا ما علي، الله يبارك لكم فيه، يوم أنت سميتوه انتهت القضية. والوالد كذلك، تحصين أو ما تحصين؟ تحصين من سخط الوالدين والخوف من عقوقهما، لأنك إذا سميت على ما تريد الأم كأنك عققت بالأب، فيزرع عليك وربما يدعو، وكما يقول العماني يدعي ويتقصى. وكذلك الأم، ولو لم يكونا محقين قد يغضبان وقد يدعوان وقد تصادف دعوة استجابة، فيصاب هذا الطفل أو أمه أو أباه بدعوة الوالد. سموا أبناءكم قبل أن تغلب عليهم الألقاب، ممكن بعد الولادة، وإذا تعذر ذلك ففي اليوم السابع من ولادته حتى اليوم السابع. وفي اليوم السابع يطبق عليه بالإضافة إلى التسمية إن لم يكن مسمى، طبعا حلق شعر الرأس، حلق شعر الرأس ذكرا كان أو أنثى. طبعا كثير من الناس يقول أما الذكر ما علي، لكن الأنثى أمو عقب ما تسمحوا لها يوم هي كبيرة تقص شعرها. نقول لا، يوم تكبر عاد ما تقص شعرها لأنها زينتها، ما كذلك؟ لكن الصغيرة لا ينطبق عليها. لماذا؟ أيضا هؤلاء اكتشفوا أن تلك الحلاقة لرأس الطفل يزيل جميع الترسبات وجميع مسببات الأمراض من الرأس، لأن كان في البطن 9 أشهر عشرية، مسامات في الرأس سكرت، لما يمر الموس عليها ينظفها وتتفتح هذه المسامات وتتجدد الدورة الدموية عند هذا الطفل. وقاية صحية دينية نفسية. طبعا بعض الناس يعترضوا على طفل صغير توه نغاغته صغيرة باغينا نحلق له شعره، أما أنتم مطاوعة شغلكم غريب عليه. نقول هذا ما شغل مطاوعة، بوت عنيهم تو بتتقمزوا بهم والضحك عليهم، هذا شغل سيد المطاوعة وسيد الخلق أجمعين محمد المصطفى عليه الصلاة والسلام. إذن حلق شعر الرأس سنة، وهو تحصين لهذا الطفل مما ذكرنا. كذلك من كان لديه المقدرة المالية فليتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بوزن هذا الشعر الذي حلقه من رأس مولوده ذكرا كان أنثى بذهب، ويتصدق به إلى الفقراء والمحتاجين، ويكون الدعاء من هؤلاء الفقراء عندما يقال هذه صدقة عن ولدنا الذي رزقنا إياه. اللهم بارك فيه، اللهم طول عمره، اللهم، هذه الأدعية مباركة يستجيبها الله سبحانه وتعالى، فتكون تحصين لهذا الطفل طبعا من غوائل الشيطان. كذلك العقيقة، وحتى في الجاهلية قيل تستعمل كانت العقيقة، وبقي تسميتها، وهو ذبح رأس شاة عن المولود، واستحب بعض أهل العلم عن الذكر رأسين لمن يقدر ويستطيع، وعن الأنثى رأس، وقيل رأس عن الذكر ورأس عن الأنثى، هي متساوي يعني عادي ما يميز. هذا لمن يستطيع، ومن لا يستطيع طبعا يطبق عليه السنن السابقة ما عدا طبعا الصدقة.